الإمام المهدي في أسفار التوراة. تحدثت كل الكتب السماوية بلا استثناء عن منقذ عالمي سيأتي في نهاية الزمان، وتوالت البشارات في أسفار التوراة عن ذلك المنقذ وعصر حكومته، ورسمت صورة واقعية لشخصيته بسيمات وصفات وخصوصيات تقود إلى إثبات أن المنقذ العالمي المشار إليه هو الإمام المهدي الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله فرجه. التوراة، سفر إشعياء لإصحاح 11. تقول البشارة: ويكون في ذلك اليوم أن أصل يس القائمة راية للشعوب إياه تطلب الأمم ويكون محله مجدا. تشير هذه الفقرة إلى ذلك المنقذ بلقب القائم، وهو لقب مختص بالإمام المهدي عجل الله فرجه كما هو معروف في التراث الإسلامي. وهناك رواية تذكر سببا واقعيا وخاصا لتلقيبه بالإمام القائم، وهو أنه سيقوم بعد موت ذكره وارتداد أكثر القائلين بإمامته كما قال الإمام محمد الجواد عليه السلام. وجاء في نفس الإصحاح أيضا: ولذته تكون في مخافة الرب، فلا يقضي بحسب نظر عينيه ولا يحكم بحسب سمع أذنيه. تشير هذه الفقرة من البشارة إلى صفة خاصة بذلك المنقذ، وهي أنه يحكم في قضائه من خلال الاطلاع على الباطن دون الاحتجاج بالبينة، وهذه الصفة تختص بالإمام المهدي عجل الله فرجه كما جاء في التراث الإسلامي. فلقد ورد عن الإمام الصادق عليه السلام قوله: لن تذهب الدنيا حتى يخرج رجل منا أهل البيت يحكم بحكم داود وآل داود لا يسأل الناس بينة. وجاء في نفس الإصحاح أيضا: فيسكن الذئب مع الخروف، ويربض النمر مع الجدي، والعجل والشبل والمسمن معا، وصبي صغير يسوقها، والبقرة والدبة ترعيان تربض أولادهما معا، والأسد كالبقر يأكل تبنا، ويلعب الرضيع على سرب الصل، ويمد الفطيم يده على جحر الأفعوان. تشير هذه الآيات بأن الشخص المبشر به يبسط العدالة بشكل واسع إلى درجة تعيش في ظلها الحيوانات والوحوش الكاسرة معا وتفقد غريزة الافتراس، وهذا الأمر لم يحدث منذ بداية بعثة الأنبياء ولا في فترة نبوة داود وسليمان وعيسى عليهم السلام، لأنها مختصة بأيام حكم الإمام المهدي عجل الله فرجه. فلقد ورد عن أمير المؤمنين علي عليه السلام: وتصطلح في ملكه السباع.